أؤكد أن شباب تعز وأن شباب اليمن سوف يظلون مناضلين لهذا اليوم ولهذا الحدث التاريخي، وسيظلون مع النظام الجمهوري. وما احتفاء ليس له مثيل، لكنه هذه المرة شعبيا لا رسميا، بمناسبة الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر. احتفى اليمنيون بذكرى هذا اليوم الفارق بين الظلام والنور، الجمهورية والإمامة. ازدانت شوارع المدن اليمنية بمظاهر الاحتفال، ففي تعز تم إيقاد شعلة الثورة، وأحيا الجيش الوطني المناسبة بعرض عسكري كبير وسط حضور لافت من عموم المواطنين وأجواء ثورية فريدة. تلقفت مدينة مأرب شعلة الثورة، حيث نظمت هيئة الأركان حفلا رسميا وجماهيريا حضره جمع كبير من المواطنين والشخصيات العسكرية والرسمية. أشعل الجيش الشعلة أيضا التي واصلت رحلتها إلى الجوف. هنا في الجوف نظمت السلطة المحلية حفلا جماهيريا ألقيت فيه الكلمات وارتفعت فيه أغاني أيلول المجيد. اليمنيون في المهجر لم يغيبوا عن إحياء هذا اليوم المجيد، ففي ماليزيا أقامت السفارة اليمنية حفلا جماهيريا كبيرا أوقدت فيه أيضا شعلة الثورة، وتم رفع علم الجمهورية في سماء كوالالمبور. في ألمانيا والهند والصين أقامت الجاليات اليمنية هناك احتفالات بذكرى الثورة في إشارة للارتباط بالأرض رغم بعد المسافات. اليوم خروج غير عادي، وفي اكتظاظ وفي قناعة بالخروج غير الاحتفالات السابقة التي كانت من أجل النظام ومن أجل الزعيم، ومن أجل اليوم نخرج من أجل الثورة وتمجيدا للتضحيات والشهداء والجرحى. اللافت هذا العام هو الاحتفال الشعبي بذكرى الثورة، حيث قام مواطنون داخل الوطن وخارجه بإذكاء شعلة الثورة في منازلهم على وقع أغاني أيوب وكلمات الفضول. يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال. منذ 56 عاما كان هذا هو العام الوحيد الذي لم تحتفل الحكومة رسميا بذكرى الثورة، ولم يلقي فيها رئيس الجمهورية كلمة الثورة على جماهير الشعب. ورغم أن ظروف البلد تتطلب تعزيز الاحتفاء بسبتمبر وترسيخ مبادئها لمواجهة الإماميين الجدد المنقلبين على الدولة منذ 4 سنوات. 26 من سبتمبر مرجعية كل اليمنيين، حتى خصومها الموضوعيون أرغمتهم الثورة على الاحتفاء بهذه المناسبة التي أنهت حكم السلالة وأعادت السلطة للشعب. حتى قال أحدهم إنه لمن عظمة سبتمبر أن يحتفي بها الجميع بمن فيهم أعداؤها.